Our topic today is about hydatid disease. المحاضرة بتاعتنا بتتكون من classification of parasites affecting lungs, definition of hydatid, morphology and methods of infection, clinical manifestation, diagnosis, management, prevention and control. في عندنا كتير كده brainstorming scenario يعني نبدأ بيه المحاضرة لما نقول إن عندنا patient dealing with dogs complained of dyspnea and cough. X-ray shows round space occupying lesion in the lung and by surgery pulmonary cyst was found. هنبدأ نقول يعني إيه parasites affecting lung؟ هل عندنا نوع واحد ولا كذا نوع؟ فبنقول لا، إحنا عندنا parasitic infection of the lung حوالي 9 أنواع من parasitic infection. أول واحد منهم هو التوبيك بتاعنا النهاردة اللي هو الهيديتيدوزيس. عندنا حاجة تانية الأميبيك لونج أكس أكسس، الباراجونيمس، الديلوفرايسيس، الأسكرايسيس، هوب ويرمز إنفكشن، توكساكرايسيس، شيستوزومايسيس أند سترونجلويديزيس. إيه هي الهيديتيد تيست؟ بنقول كلمة تيست يعني لارفال ستيج بتاع بارازايت معين. كلمة تيست عبارة عن كيس أو حوصلة، دي بنقول عليها larval stage يعني immature stage بتاعت parasite معين اللي هو الإيكانوكوكس جرانيلوزيس سيستم. geographic distribution هقول إن دي حاجة cosmopolitan موجود في كل دول العالم تقريبا وبالذات في الأماكن فيها cattle grazing countries كتيرة. المورفولوجي بتاع الأدل زي ما احنا شايفينه في الصورة عبارة عن 5 مليمتر globular ليه head globular عبارة عن 4 suckers and hooks، دي مسؤولة كأورجان of fixation بتاعت البارازايت ده. عندنا الستروبيلا بتاعته عبارة عن 3 سيجمنت، immature segment و mature segment و gravid segment. كلمة mature segment يعني ايه؟ يعني السيجمنت اللي فيها ال genital organs بتاعت البارازايت ده. طيب والgravid segment يعني ايه؟ gravid segment يعني بنقول عليها يعني كأن انا بقول ايه السيجمنت الحامل يعني pregnant اللي فيها عدد اوفا كتير جدا، بعد شوية دي بتتكسر وتتقطع عن بقية ال بارازايت ويبدأ يكون غيرها وهكذا. إذا الماتيور سيجمنت دي بعد شوية بتتحول لجرافيت وتعمل ديسنتجريشن وتتقطع وتخرج الأوفا اللي فيها على حسب الهابيتات اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي وهكذا. طيب الماتيور سيجمنت عبارة عن اللي هي اللي احنا قلنا عليها، والجرافيت سيجمنت تقريبا بتاخد لنا نص طول الورم، واليوترس اللي احنا شايفينه ده بعد شويه بيقعد يتملى اوفا لحد ما يضغط على كل الاورجنز اللي حواليه وكلها بتموت ويكبر في الحجم ويبقى بعد كده اسمه ايه جرافيت سيجمنت وهكذا. المهم مش هنقف كتير عند حته المورفولوجي بتاعت الادلت، بس المهم ان احنا نتعرف عليها علشان احنا اللي شفناها على كاسلايد في العمليه اللي اتكلمين فيها دي اللي هو الادلت ده موجوده في الدوكس تمام. لكن اللارفال ستيج اللي هو احنا هنتكلم عليها لسه اللي هي عنوان المحاضره النهارده دي موجوده في الانترميديت هوست. الهيومن اما بيبقى اكسيدنتال انفكتد بيبقى هو دوره ايه؟ بيبقى كانه انترميديت هوست تمام. عندنا بنقابل احنا القصه دي سبحان الله بقى كان هي ايه، اما احنا بنشوف واحد كده راعي بتاع اغنام وماشي معاه اغنام كتيره جدا وفي الاخر في كلب ولا اتنين كده ماشيين ايه حراسه للغنم ده، سبحان الله انت كأن الراعي ده عمل السايكل يعني حط السايكل كل مكونات السايكل متطلبات السايكل حطيتها مع بعض. يعني ايه؟ يعني جاب لك الانترميديت هوست اللي هو الشيب وحط لك الديفينيتيف هوست اللي هي الجود اللي هو الدوجز. بيحصل ايه؟ اما بيحصل ان الدوجز دي بتبقى انفكتد بالورم موجوده في الانتستين بتاعتها، بعد شويه ال الماتيور سيجمنت دي بيبدا يتكون فيها اوفا في اليوترس وتبدا تكتر 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 وتموت كل الاورجنز اللي حواليها وبتتحول لسيجمنت كبيره هنسميها جرافيت سيجمنت. دي بتبقى ديتاتشد وتتكسر، وبما ان هي موجود في الانتستين الادلت اذا لما تتكسر يبقى الاوفا دي هتنزل مع الطول بتاعه التوكس. اللي بيحصل ان بيجي الجوست والشيبس قاعدين ياكلوا في الحشائش اللي هم حواليهم، هيقوموا واخدين بالصدفه مين معاهم؟ واخدين الاوفا دي. الاوفا دي فيها حاجه اسمها اونكوسفير او هتلاقوا اكسبريشن تاني ليها اسمها هيكساكانث امبريو. المهم في كل الاحوال الاوفا دي او الهيكساكانث ده بيعمل بينتريشن للوول بتاع الانتستين ويدخل على البلاد فيسلز ويروح على اي اورجان. اما يروح لاي اورجان هيبقى ايه؟ هيبقى قعد بقى
اول ما يكن في المكان هيقوم يكون حواليه سيست. السيست ده هيبقى اسمها هايديتد سيست، هي وحظها هتروح ليفر، لونج، برين، اي وات ايفر. بعد كده لو انا تخيلت ان الجود او الشيب ده اتعدى بالهايديتد سيست، بعد شويه ممكن بيموت، او الراعي ده بيبدا يذبح الحيوان ده وايه، ويلاقي من ضمن المكونات بتاع الاحشاء بتاعته ايه، يلاقي الكيس ده هيقوم رميه، وهو بيرميه هيقوم الكلاب جايين واكلينه، يبقى السايكل كامل. اذا احنا بنتكلم على سايكل كامله زي ما انا قلت، هنبدا من اول ايج، اونكوسفير، هايديت السيست في الانترميديت هوست، وبعد هايديت السيست ما احنا شايفينها بالصوره اهي، دي عباره عن جراح جه فتح الليفر او برين او هاتيفر او لونج، وطلع منه الكيس ده. ده عباره عن كيس مليان ميه، تمام؟ يبقى هي عباره عن حاجه ممكن تكون مقاس الليمونه، وممكن تكون مقاس البطيخه، يعني تقريبا بنتكلم حاجه في سنتيمتر لحد ما نوصل لحاجة اسمها ايه، 20 سنتيمتر، تمام؟ يبقى احنا بنتكلم على ايه، هو فتح وايه اللي طلع، اللي بنقول احنا هنا بيبقى تراب، بيبقى عبارة عن هايديت سيست، عبارة عن كيسة، الكيسة دي فيها سكوليسد، حاجة اسمها سكوليسد اللي هتكون بعد كده الهيد بتاع البارازايت جيرمينال لير، وبعدها حاجة اسمها لامينيتد لير، وبعدها حاجة اسمها طبقة تخينة قوي هنقول عليها فايبرس اهو. يبقى هم عباره عن، يبقى الهايديت سيست دي عباره عن ثلاث طبقات، اول طبقتين منهم اللي هو جيرمينال لامينيتد، ورياكشن الجسم بقى اللي هي فيه بيبقى الفايبرس. اما بيكون الاورجانيزم صغير الجسم بيتعامل معاه انه يطلع شويه ايه، ماكروفاج، الزينوفيل، شويه خلايا تجري تهجم على الحاجه دي وتبدا تتعامل معاه. طب لما الجسم ده بيبقى كبير، او الفارين بادي اللي دخل في جسمنا ده، او جسم اي حد بيبقى كبير، جسم ميقدرش يبلعه، يعني مفيش حاجة صغيرة انجلفت بخلية. أمال بيبدأ يعمل، يقولك لأ احنا هنبدأ نحوط عليها ونعمل عليه فايبرس لاير، تعمل له ايه، نحجمه في مكانه، ولا يكبر ولا يصغر ولا يروح حتة تانية. اذا الهايديت سيست دي عبارة عن طبقتين، جيرمينال ولامينيتد. الفايبرس لاير دي عبارة عن بودي رياكشن او هوست رياكشن، تمام؟ طب الكونتنت بتاعته عباره عن انديفيدوال سكوليسيس، السكوليسيس دي اللي هتعمل لنا بعد كده الهيد بتاعه البارازايت، او حاجه اسمها برود كبسول، يعني شويه سكوليسيس اتجمعوا وحواليهم مين، جيرمينال لير. طيب في شكل تاني، ممكن الحاجات دي تتقطع بعد ما كانت ماسكه في الوول، هتتقطع وتبقى فري في الفلويد بتاع المالي الكوره دي، تمام؟ طب عندنا حاجة تانية، حاجة اسمها دوترسيس. دوترسيس يعني حاجة شبه مامتها، شبه مامتها، يعني هتاخد الطبقتين بتاعة جيرمينال واللامينيتد، طبعا الأسود، الخط الأسود ده قدام الهوست فملناش دعوة بيه، احنا بنتكلم ان عايز تبقى شبه مامتها، شبه مامتها يبقى لامينيتد وجيرمينال. طيب الدوترسيس دي ممكن تبقى اندوجينس وممكن تبقى على حسب. يبقى اليونيلوكولار هايديتد هي مخاطرتها، يعني ايه يونيلوكولار؟ يعني عباره عن تشامبر واحده، ان في انواع تانيه من الهايديتد مش هنتكلم عليها، مش موضوعنا، بتبقى متقسمه من جوه بتبدا، تمام عباره عن سفيريكال فلويد هولو بلادر، السايز بتاع من 1 إلى 10 سنتيمتر تقريبا، بتتكون من طبقتين انر جيرمينال لاير، والانر جيرمينال لاير دي على فكره دي السر بتاعنا، هي اللي بتعمل كل حاجه، اللي بتعمل سكوليسيس وبرود كبسول وترسيست والحاجات دي. براها طبقه نون سيلور لاير، بعدها حاجه اسمها فايبرس كبسول، دي اللي بتتكون بالهوست رياكشن زي ما اتفقنا. الكونتنت بقى بتاعتها، المحتويات عباره عن السكوليسيس، مايكروسكوبيك سكوليسيس يعني حاجه صغيره قوي، حاجه اسمها كبسول، حاجه اسمها دوترسيس. طب الفلويد الميه اللي قلنا اللي مليان ميه ده عباره عن ايه؟ دي ميه رايقه كده، كلير كلرلس فلويد، لكن بيبقى مليانه الكترولايت، الصوديوم بوتاسيوم، يبقى عندها شويه ايه، املاح. ولكن في حاجه مهمه في الموضوع ان احنا نقول عليها انها انتيجينيك وهايتوكسيك، يعني الجسم لو اتعرض ليها هيبقى رد فعله قوي جدا وعنيف. طب كلمه هايديتد ساند يعني ايه؟ يعني انا لو جبت الميه دي وحطيتها في فلاسكه واستنيت عليها شويه هترسب لنا شويه حاجه زي الرمل، فهم الاول واحد شافها سماها هايديتد ساند. بالعقل كده هيكون هي عباره عن ايه، هي المكونات بتاعه الهايديتد سيستم من جوه، اللي هي ديتاتشد سكوليسيس اللي هي فكت من الوول، برود كبسول، دوترسيس، كل حاجه وقعت جوه الميه او جوه الفلويد ده، هو ده اللي هيكون لنا حاجه اسمها ايه، هايديتد ساند. الحاجه الاخرانيه اللي هي الاكسوت
الفاكتور دي اللي احنا شرحناها اصلا. الانفكشن، ايه كلمه انفكشن دي؟ يعني ايه ميثود اوف انفكشن؟ بول هايديت السيست ده عباره عن زونوتيك ديزيز. كلمه زونوتيك يعني ايه؟ يعني حاجه جت من شيرد، اي مرض شيرد بتوين انيمال اند هيومن، اتقابلوه مايكروبيولوجي باراسيتولوجي وات ايفر، بنقول عليه كلمه زونوتيك. يعني حاجه في تعريف ثاني ليها نقول ليها ايه؟ infection transmitted from animal to human. يبقى هو اما نقول عليه disease transmitted من animal to human او disease shared، يعني موجود في الهيومن وموجود في في الانيمالز. من اكوار انفكشن ازاي؟ اول حاجه الناس اللي بتربي كلاب عندهم بنقول عليها دايركت كونتاكت مع انيمال، مع دوكس اللي بيبقى مربي البيت انيمال ده، كلاب قطط او whatever، اي حد بيربي اي حاجه معروف انه بيتابع مع البيت بتاعه دايما بياخد حاجه التطعيمات بتاعه الكلاب او القطط، بياخد حاجه اسمها ايه دي وورمنج، يعني بيبدا كل فتره كده ياخد جرعات للديدان. فمن ضمن الحاجات دي ده ضروره، فده يا اما دايركت مع انفكتد دوج هو مربيه، او الستري دوجز بقى الكلاب بتاعه الشارع طبيعي هي المفروض ان يتعملها بيريودك دي وورمنج. يعني المفروض وظيفه الطب البيطري اساسا ان هي تعملها بيريودك دي وورمنج كمان، اللي هم بيبقوا مش بيمشوا التلوم زي ما احنا بنشوف اكيد. اوكي انجيشن للفود او درينك اللي كونتامينيت دوكس فيس، للاسف ده ممكن احنا ايه يحصل امتى؟ من الاكل بقى من بره والكلام ده، حاجه مش نظيفه، المهم انها كونتامينيتد بالدوكس فيس. ميكانيكال ترانسميشن بالفلايز، طبعا الفلايز دي عندها قدره هائله انها تعمل ايه؟ تعمل انفكشن، كاري اي نوع من انواع الانفكشن، بكتيريا فيروس باراسايت او اي حاجه ممكن تتنقل عن طريق الفلايز. تمام اهي صور تانية للولد اهو قاعد يلعب مع الكلاب والحاجات دي ومربيهم، كل الكلاب دي على الهير بتاعه من بره ايه بقى الاوبا هو الكونتامينيشن. تمام الصوره دي بقى بتبين لنا ايه؟ بتبين لنا ان هو بعد ما عمل انجيشن، بعد ما اكل او شرب الاكل الكونتامينيتد ده، تمام الاوبا دي هتخرج، هيخرج لنا حاجه اسمها هيكساكانس امبريا، هو هيقوم عامل لنا بينتريشن بلاد فيسلز، وهو حظه اول فلتر اول كابيلاري فلتر الاكل بيقابله بعد ما بيحصل له ابزوربشن، الدم اللي بيطلع من الانتستين كله زي ما احنا عارفين سوبيريور او انفيريور ميدنتريك او ايفر، ده كل ده بيروح يلم فين؟ في حاجه اسمها بورتال، البورتال بين البين الكبير الشريان اللي هو الوريد الكبير خالص اللي دخل على الليفر بقى، عشان الليفر يبدا يتعامل مع كل حاجه احنا اكلناها. تمام اول حاجه هتقابلها الليفر، عشان كده اكتر نسبه ممكن يكون موجود فيه هايديت الديسيز يكون موجوده في الليبر. بعد كده حاجه اسمها سكند كابيلاري فلتر، سكند كابيلاري فلتر ده اللي هو مين بقى؟ لو عدى بسلام من الليبر هيروح تاني حاجه ممكن يقابل مين؟ هيقابل النوم. طيب النسب دي مهمه، 70% ليبر 22% تقريبا لانج، عدى من اللانج هيروح على الهارت، ومن الهارت لاي بادي اورجان بقى. فعندنا الحاجه اللي بعدها ممكن يروح برين، ممكن يروح بون، ممكن يروح اي حته سبلين هنا. clinical manifestation validated هنقول ده معتمد على ال organ affected، number of cysts، size of cysts. طيب انا هقول انا بالعقل كده، واحد عنده hydatid cyst موجود في الليفر هل يبقى عنده نفس الاعراض لو الشخص عنده في اللانج ولا في البرين؟ لا طبعا، لو هو في الليفر ممكن قوي وارد ما يبقاش فيه اعراض، دي هيكون حاجه صغيره ومش ضغط على حاجه. طيب لو حاجه ضغط على جايه جنب ايه بيلاري سيستم، حاجه جنب ايه القنوات المراريه، تعمل حاجه اسمها اوبستراكتيف جونز، هيحصل الراجل ده يحصل له صفره زي ما احنا شايفين كده في الصوره. طيب حصل رابشر يعني ايه؟ يعني ده بقى اتقطع، الكيسه دي اتقطعت لاي سبب، امتى ده يحصل؟ اما واحد اتخبط خد له خبطه في جنبه مثلا وهو كان عنده هايديتد اساسا اسيست، هيحصل ايه اما يرابشر؟ الكيسه ده هيتقطعت وكل الفلويد اللي فيها اللي احنا جينا قلنا من كام سلايد انها هايلي انجينيك وهايلي اليرجيك، تعمل رياكشن عنيف جدا، هنعمل ممكن يوصل لدرجه انافيلاكتيك شوك، الراجل ده يدخل في شوك بسبب ايه رابشر هايديتد. دي عندنا ايه واحد ايه ده راح للدكتور بتاعه وقال له خلاص اعمل اشعه، وعمل اشعه على سي تي على او ام ار اي على الاورجن بتاعته، بان عندنا سيست كبيره اهي موجوده فين؟ في الليبر. طبعا شكل الاشعه كده عمر ما الدكتور يقدر يحكم ده ايه، هو هيقول ان في سيست في الـ في الـ في, الـ في الليفر، لكن هو السيست ده طبيعته ايه سببه ايه مش عارف، ما يقدرش. امال هما بعد كده بيدخلوا على الخطوه اللي بعدها اللي هي ايه اللي ممكن يعمل له بقى ايه اسبيريشن بقى، وبعدين ياخد هيستوري في شويه اكزامينيشنز ثانيه هنقول. تمام
طيب السيست دي كانت في اللونج، هتعمل ايه في اللونج بقى؟ هي وحظها، ممكن واحد عنده شد ايه وجع في صدره كده، ترانزيانت ثوراسيك بين، عنده شورتنس اوف بريث، عنده نفسه ايه بيروح نفسه مكروش مش عارف ياخد نفسه، او عملت فتحت في في برونكس او برونكيول صغيره تمام، فيجي يكح، يروح كح معاها ايه، يقوم قاطع شويه بلاد فيسلز، يقوم كح شويه دم، فبنقول عليها ايه هيموبتسيس. يبقى العيان ده عنده ثراسك بين، عن شورتنس اوف بريث، عنده ايه هيموبتسيس تمام. طيب لو العيان ده ما راحش اتعالج وقعد ياخد انتي بايوتكس من نفسه كده والاعراض كده ايه، وبدا يحصل حواليها ايه انفكشن، ممكن بعد كده دخلت بحاجه كرونيك، يعني بقت حاجه مزمنه عنده، بقى اسمه كرونيك بلمونري ابس. ده هو واحد راح عمل اشعه، هنا شايفين ايه كلها المفروض الهواء في الاشعه، يعني بلين اكس راي العاديه، الاشعه العاديه خالص، اما الشخص يروح يعمل اشعه عاديه على صدره، الطبيعي ان الهواء ده بيبقى لونه اسود، اللون اللي اي حاجه عكسها عرفنا ان فيه مشكله في اللون. خد الشكل ده، في حاجه موجوده، بس هو ما يقدرش يقول، ما يقدرش يشخص ايه الحاجه البيضه دي، بس هو هيقول تقريبا في حاجه زي تيست في موجود تمام. حصل رابشر نفس الكلام، يحصل له انافيلاكتيك شوك. ممكن حاجه ظريفه بقى تانيه اللي هي ايه، ان يحصل امبلانتيشن للجيرمنال لاير في مكان تاني. قلنا ان الجيرمنال لاير دي اللي هو الكورنر ستون، قاعده تصنع لنا كل حاجه بره وجوه، بتصنع بره اللامينيت لاير وبتصنع جوه كل الكونتنت بتاعت الهايديت. طيب هو دلوقتي لو الجيرمنال دي راحت مسكت في حاجه بنقول عليها امبلانتد في حاجه، بنقول عليها سكندري سيست تمام، او انها تحصل لها ايه سكندري انفكشن، يعني يحصل لها انفكشن فوق البارازيت انفكشن ببكتيريال انفكشن، بيعمل حاجه اسمها امبايما او لونج ابسس اللي هي خراج ايه في الرئه. طيب ده لو راحت البرين، المخ بتاعنا ربنا سبحانه وتعالى عمله لنا بمقاس معين وحواليه شويه ميه اللي هو السي اس اف، موجود كل ده جوه حاجه ايه اللي هي السكال، ايه الجمجمه بتاعتنا، كل حاجه ربنا عاملها سبحانه وتعالى بحساب. السي اس اف بيحصل له سكريشن ابزوربشن بحساب، السايز بتاع البرين ربنا خلقه لنا بمقاس معين. جت اي حاجه لاي سبب، لا قدر الله اورام، حاجه زي السيست دي، خراج، اي حاجه بتصيب الدماغ وخدت من حيز زياده عن المقاس اللي هو مخلوق ليه في مكانه، بيبدا الشخص ده يعاني من حاجه اسمها انكريز انتراكرانيال تنشن، يعني الضغط بتاع دماغه بدا يعلى، ضغط دماغه يعلى، ده بيبقى اعراضه كتيره بقى، حاجه اسمها هيدج، عنده شويه عنده صداع شديد، projectile vomiting، يعني ممكن يرجع من حتى من غير ما يبقى فيه نوزيا قبلها، ما يحسش قبلها انه عنده نوزيتنج، حاجه اسمها بيبل ديما، يعني ده هيروح يعمل، لو راح يعمل فندس اكزامينيشن، راح يعمل يعني عند دكتور الرمد، راح يفحص عينيه هيلاقي حاجه اسمها بيبل ديما. كل دي نفهمها بس انها ولو في برين هيبقى في انكريز انتراكرانيال تنشن وشويه صداع اللي هو الهيد. طيب لو راحت السيست دي كانت في الكدني، هتعمل حاجه اسمها رينال اسيست، وطبعا طبيعي ان الكدني بيفتح على ايه، بيرشح الدم وبيطلع مين اليورين. طيب ده حصل ان هو جت فتحت او خبطت في ايه اوعيه دمويه جنب ايه رينال تيبيولز، يبقى الشخص ده عنده ايه هيماتوريا، بدا ينزل الدم مع البول بتاعه، وعنده انترميتنت لاين بين بقى في مكان كده تمام. ده اهو واحد عنده سيست على السي ان اس في البرين بتاعه، وعمل بقى سي تي ام اي وتيفر، في عنده سيست كبيره جدا لدرجه ان الشخص ده ممكن يدخل في ايه كونفالجنت اللي هي تشنجات، ممكن يقول زي الابيليبسي، بتبقى حاجه زي الصرع، في ممكن بلايندنس باراليسيس، اي حاجه من دي. اهم حاجه هي ضربت اي سنتر في البرين، يعني السيست دي خبطت لنا في اي سنتر بوظت. هي ده بلين اكس راي على تآكل في البون تمام، وحاجة اسمها pathological أو spontaneous fracture، يعني الشخص بيحصل له كسور في العظم بتاعه من غير ما يتخبط، أي كسر في العظم من غير ما يتخبط فأنا بنسميها إحنا pathological أو spontaneous fracture، يعني ده سبب في مرض ما في العظم سبب الكسور دي تحصل، ما هوش نتيجة خبط تمام. اهو راح اعمل اشعه عاديه، لا ان في تاكل في العظم، الدنسي بتاعه العظم ايه خفت. دي شكل الهيديت السيست بهيماتوكسلين الايوسين، راحت استبغت باثولوجي تمام.
اهي ده الجيرمينال لير بالخط الازرق رفيع، براها حاجه اسمها هايديتد نان سيلر لير، براها الفايبرس لير. الكونتنت دي بقى اللي هي مين، اللي هي الاستوليسز، اللي هي البروت كبسول، اللي هي ايه دوتر سيست. دي شكل واحده من الهايديتد سان، دي شكل الاستوليسز بتاعتها، احنا مجازاتا قلنا عليه الهايديتد سان. دايجنوزيس من هنا لحد ما تتخرجوا وتبقوا عارفين كلمه تشخيص او دايجنوزيس معتمد على حاجتين، كلينيكال اند لاب دايجنوزيس. كلينيكال دايجنوزيس يعني ايه؟ يعني انت قعدت مع العيان، خدت سمعت منه، اتكلمت معاه، وانتوا في هو انت في انهي بلد، الموضوع ده موجود فيه ولا لا، فنقول ده انديميك اريا، المكان فيه احنا فيها حالات، البلد دي اوكي فيها حالات، او جاي من بلد انديميك، هيستوري ترافلنج البلد انديميك. كلينيكال مانيفيستاشن هو هتقعد تسمع منه اقول لك والله ده انا كان عندي وجع كده مش عارفه ايه، بدا يزيد شويه مش عارفه ايه، اذا في هيستوري من سلولي جروينج سيست. طب انا جيت خبطت على لو هي فليفر مثلا، جه عمل له اكزامينيشن بدا يخبط، دي عباره عن كوره يعني، عمل اللي هو البالبيشن وبدا يعمل كونكشن سواء على البطن مثلا، على اللي هو الشيست. لو انا بتكلم في كوره مليانه ميه وجيت اخبط عليها كده بتعمل لنا ايه؟ حركه الميه دي في الكوره بنقول عليها ثريل، هايديتد ثريل. هيستوري للكونتاكت حاجه مهمه جدا، انا اتكلم معاه اقول له ده كونتاكت مع دوجز، عنده كلاب، مربي كلاب في البيت، او الولد ده بيلعب مع الكلاب في الشارع، او وات ايفر. تمام، دي كل ده سجستيف، سجستيف يعني كل ده بيشككني ان هايديتد ديزيز. ايه اقول له؟ لا، روح اعمل بقى تحاليل. التحاليل او الاشعاعات اللي ممكن يعملها، اول حاجه في لابوراتوري دايجنوستيك دايركت. كلمه دايركت دايجنوستيك يعني انا عايزه اشوف الانجل، او عايزه اشوف الحاجه نفسها، عايزه اشوف البارادايت نفسه، يبقى هقول عليه ايه؟ دايركت دايجنوستيك. ده بيحصل ازاي؟ حاجه اسمها دايجنوستيك اسبيريشن اوف انتاكت سيست، يعني انا دخلت بابره في مكان السيست وطلعت شويه الفليفر دول وشفته تحت الميكروسكوب، هنشوف فيها ايه؟ هنشوف فيها ايه؟ اسيد فوست سكوليسيس، يعني اتصبغت بصبغه اللي هي زيل نيلسون في اليورين او السبيوتم. تمام، طبعا امتى في اليورين؟ لو هي في الكلى، لو السيست دي في الكلى. طب امتى في السبيوتم؟ لو السيست دي فين؟ في اللونج. راديو دايجنوزيس، رحت قلت له روح اعمل اشعه على الليفر، على المكان بقى ما بيوجع هو وخصبه، وجالك مكان مش هايبوكوندريا، مكان في البطن وكده ناحيه الكبد، طب روح اعمل اشعه على المكان ده، على الشيست في صدره، روح اعمل اشعه اوسيس في البون وهكذا. تمام، وعلى حسب روح اعمل كلين اكس راي عاديه، سي تي ام ار اي، على حسب الدكتور هيقيم الحاله، هتقيم انت الحاله ازاي. بلاد اكزامينشن زي ما كنت بسالكم في المحاضره الاونلاين، اول ما قلت لكم بلاد اكزامينشن لما الاقي انزينوفيليا عاليه، مشهورة قوي في حالات الحساسية، ومشهورة جدا جدا في حالات البارازيتك انفكشن، وبالذات اما يبقى فيها انفيجن للتشو. كلمة الدايركت دايجنوزيس يعني ايه؟ زي السيرولوجيكال، يعني انا خدت السيرم بتاع العيان ده وبدور فيه على حاجة، يبقى كلمة السيرولوجيكال جاية من السيرم بتاع العيان، انا بدور فيه على حاجة. هنا بدور فيه على مين؟ على الانتي بوديز بتاعة الانجن ده اللي هو الهايديتد فليب، هدور عليها بأي تكنيك اعرفوا اساميهم، اللي هو الالايزا والاي اتش اي والاي اف اي والاي والاي اي اف اي اي بي الاميونو الكتروفيسيس. في حاجه اسمها انترو ديرمال تيست او الرجيك تيست، ده عامل بالظبط زي مين؟ زي التيوبركلين في بتاعه التي بي اللي كنت اخدتوه، اللي هو مثلا ايه الحقنه دي او حاجه كده، ده انترو ديرمال تيست بتتعطى في الجلد علشان اشوف الجسم ده عنده انتي بوديز نتيجه الانجل اللي انا حقنته ده ولا لا. فانا هجيب حاجه من المفروض ان طبعا مش انا اللي بجيب الهايديتد، مش الدكتور اللي بيجيبها فيزيشن، يعني اكشلي بتبقى متحضره وجايه في كيس من المصنع، من حاجه انجينيك محضرينها المصنع من ايه الهايديتد فلويد ده، او تبقى حاجه اختاروا حاجه انجينيك وخد منه 0.2 ملي. تمام، وحقنها في 1 ارم 1 فور ارم، والناحيه الثانيه حقن فيها نورمال سلاين. الفرق ايه؟ انا بعمل كده ليه؟ عشان اعمل ده كنترول، يعني افرض الشخص ده عنده حساسيه لمجرد بس شكه الابره دي بشويه فلويد كده هتعمل له حساسيه، خلاص يبقى انا بعمل ده بس عشان ابقى عارفه التست ده بلد ولا لا، الشخص ده عنده حساسيه من اي حاجه ولا هو عنده فعلا الانجن، عنده انتي بودي نتيجه يعني مضاده للانجن اللي انا حقنته. تمام، في البوزيتيف كيسز هنلاقي شويه اريستيما احمرار بقى، وهلاقي جويل بدات تبقى حاجه زي اديمه كده اتكونت،
خمسة سنتيمتر أو أكتر، لا ممكن توصل لبعد إيه تقريبا 20 دقيقة. أهي شكلها، دي الصورة اهي مبينة مكان الإبرة اهي وحواليها إيه الإديمة. التريتمنت اللي عالج الحالة دي إزاي؟ أول لاين التريتمنت للحالات دي إنها الجراحة، تمام؟ يعني إيه؟ يعني إن ده مكان في ليفر، في مكان أكسسبل والعيان ده ينفع يدخل عمليات، أقول له لا أنت علاجك الوحيد ندخل جراحة، تمام؟ لكن بناخد بالنا قبلها إن إحنا نديله حاجة زي الميبندازول، نديله حاجة أنتي بارازيتك احتياطي. افرض وأنا بعمل حاجة اتفتحت حاجة أموت أي سكوليسس فيها قبل ما أعمل الجراحة، تمام؟ تاني حاجة، افرض الحالة دي راجل عنده 70 سنة، راجل دايبيتك، المكان في حالة في مكان عام اكسسبل، يعني السيست دي في مخ مثلا جنب سنتر مهم جدا، سنتر بتاع برين، يعني سنتر بتاع الرؤية بتاعته، بتاع فيجن للهيرنج بتاع. مش معقولة ان انا اعمل عيان ولا اطرشه يعني عشان انا هشيل من عنده سيست. فلا، الدكتور بيقيم الحالة بقى، انت تشوف انت الست ده مكانها ايه، والحال الراجل ده اصلا فيت العمليات ولا لا. مش معقولة انا ادخل واحد اصلا كاردياك مثلا ويا دوب احنا ملصمين وادخله عملية عشان يشيل منه سيست، لا ممكن يتعالج ميديكال. يبقى انا ساعتها اروح على اللاين تاني اللي هو الميديكال، اديله حاجة ايه مبندازول ولا حاجة، عندي اديها له 3 شهور، 3 شهور حتى ان شاء الله اقعد اديها له سنة، تمام؟ الحكمه من التريتمنت ده ايه؟ ان انا ايه استوب البروليفريشن والسبريد بتاع السيست، يعني انا اضمن ان انا موت الايه كل السكوليتس اللي جوه ده، وانها ما تكبرش عن كده، ان السيست دي خلاص هتكمل الحاله تبقى ستابلايز للشكل. في طريقه تانية بتستخدم، بس طبعا دي تتعمل سكوشس وتتعمل في مكان يعني مجهز وكذا، اللي هي ايه اللي هي استراليزيشن. استراليزيشن دي يعني هعمل ايه؟ يعني هجيب ابرة، تمام، واسحب شوية من الفلويد واحقنها مكانها فورمالين، 10% فورمالين لمدة 5 دقايق، اقعد اسحب واحط اسحب واحط اسحب لحد كاني بغسلها، كاني بغسل السيست دي من جوه وبفضيها من كل اللي فيها، تمام. او واحط في الاخر حتى فاينالي اخر خطوة بقى اغسل بسلاين واغسل بايثانول، بحيث انا كده اعتبر ايه دمرت كل جيرمينال لاير، تمام. بعدها شويه بتبقى كونتراكتد وخلاص، تمام. حاجه مهمه البريفنشن والكنترول، انت بقى لو فاهم المحاضره وفهمت الدنيا كلها تقدر انت تعمل ايه اوت لاين، انا اقدر احمي الناس من انفكشن زي ده ازاي. اول حاجه ستريكت بيرسونال هايجين، انت اتعاملت مع كلاب او قطط او بتاع ده، سوري كده، اتعاملت مع كلاب عندك في البيت او في الشارع او وات ايفر، متى نغسل ايدنا كويس بعد ايه ما لعبنا معاهم ولا كذا. انت عندك افويدنس اوف ان نيسيسري كونتاكت، مش هتعمل كده خلاص، ولا تلمس ده ولا ده، مالكش دعوه بالكلاب خالص. بيريودك دي وورمنج اوف دومستيك دوجز، انت مربي كلاب عندك يبقى لازم هتتابع مع دكتور البيتري وياخد الايه نعمل ياخد الايه ادويه الديدان بتاعك، تمام. حاجة مهمة برضو بقى دي ايه في السلخانات، اما نقول ان هو الناس اللي هم المفروض ان في السلخانة بيحصل ان راجل الدكتور البيطري بيروح يفحص يلاقي الجزء ده لا يصلح لاستهلاك الادام، يعني الجزء ده لقى فيه طفيل لقى فيه بتاع مش نافع، ما ينفعش انه يترمى في الشارع، لانه لو اترمى في الشارع يبقى انا كده في عندي 3 دوجز موجود في الشارع تقوم واكلة ايه من الحاجات دي والسايكل تكمل، لا بيحصل لها المفروض انها ديسترويد، تروح بقى محارق تروح واتيفر، المهم انها تحصل لها ديستراكشن مدافن، اهم حاجه انها تحصل لها ايه ديستراكشن بطريقه ايه سيف والسايكل ما تكملش، تمام. الكيس سيناريو اهي اللي كنا بنقولها في اول المحاضره خالص، اللي بيشن ديلي ودوك لان هو بينهاج الليفر اكسري، خلاص احنا كده يعتبر ايه حليناه انه جاله ايه جاله هايديتد ديزيز، تمام. شويه اسئله كده، دايجنوستيك اسبيريشن اوف انتكت هايديتد تست بيتر تو بي افويدد، ليه؟ علشان ان ممكن يحصل انافيلاكس. دوميستيك دوجز انفكتد بكاينوكوكس ممكن يحصل لهم انفكشن ازاي؟ ان هم اكلوا انجيشن اوف هيربيفيروس انيمال بيسترا كونتيننج هايديتس تست. هايديتس ديزيز كوزد باي كاينوكوكس جرانيولوما، سهله دي. هايديتس ديزيز ذا فولس ستيتمنت از ان هو ايمان اكت از ديفينيت فولس، احنا قلنا في الاول الهايديتي توز الفولس ستيتمنت ان الترو بتاعتها ان المال يبقى ايه انترميديت. ريجن اوف جروث للسيستوز تبقى النك،
اي سيستول بقى، مش بس دي، مكان اللي بتكتر منه بين الناس.